أختي المواطنة، أخي المواطن، أسعد الله أوقاتكم. محدثكم الأستاذ محمد العربي فاضل موسى، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعميدها الأسبق، وأستاذ زائر بجامعات أجنبية، واليوم عضو بالمجلس الوطني التأسيسي للجمهورية التونسية. وفي هذا الإطار كنت قد سعدت بانتخابي رئيسا للجنة التأسيسية للقضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، وعضو في الهيئة التنسيق والصياغة للدستور. وعملت طوال هذه المدة لصياغة هذا الدستور الذي تحصلنا عليه بتاريخ 27 جانفي 2013، وأظن أن هذا التوافق الذي حصل كان مبشرا ومؤشرا على أنني أحس بنفسي وضميري مرتاح، وأنني قمت بما عهد إليه من طرفكم بانتخابي لهذا الموقع. اليوم الانتخاب الجديد الذي قد يحصل يتعلق بما لنا من مستقبل نراه زاهرا لولاية ريانة. هذه الولاية المتكونة من معتمديات حي التضامن، المنيهلة، سيدي ثابت، قلعة الأندلس، أريانا المدينة بمختلف العمادات والمعتمديات الواردة فيها. وسنكون في هذه المناسبة لنا دور ثان بعد الدور التأسيسي لوضع الأسس لأن نقع تنمية هذه المنطقة بما تحتاجه، علما وأنه 500,000 نسمة الذين يقتلون في هذه المنطقة يحتاج اليوم إلى نهضة شاملة حتى يقع المرور من هذه الوضع الصعب الذي تعيشه بلادنا اليوم، وخاصة في هذه المنطقة بالذات، والتي تستدعي رؤية جديدة. أظن وأنه المسألة التأليفية التي يجب أن ننظر إليها لهذه المنطقة هي متكونة من 3 محاور. المحور الأول هو موضوع التهيئة الترابية في هذه المنطقة. يجب أن نعتني بهذه المسألة، ويجب أن نقع مباشرة المصادقة على هذا المثال نتاع التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية، لأن الأراضي هذه التي يقطنها المتساكنون يجب أن تكون منظمة حتى لا يقع الانفلاتات التي تشغل المواطنين من تغيير صبغة الأراضي الزراعية، من البناءات في بعض الأحيان الفوضوية التي تحترم يعني ما هو موجود في الترتيبات البلدية، إلى غير ذلك من هذه المسائل. ثم أنه البشر الذي يقتنها وهذه 500,000 نسمة كلها تستدعي أن يقع الاعتناء بها بتكثيف هذه النشاطات، وبطبيعة الحال التمكين من أن تخرج هذه المنطقة من هذه الصورة التي مع الأسف ظهرت وأنها صورة في بعض الأحيان سلبية، نظرا لكل هذه العمليات الإرهابية التي وقعت فيها والتي تعطي الانطباع وأن الأمن فيها ربما مهدد. لكن أريانا لها من الإمكانيات العديدة، والاتحاد من أجل تونس قادر وأن يحقق لها هذا الازدهار وهذه التنمية.